السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على موقع تربوي، وهو موقع همام التربوي، موقع جميل جيد سوف نتعرف عليه وعلى صاحبه. إذن هذا الموقع التربوي هو غني جدا بالوثائق التربوية التي تتعلق به، سواء بالأستاذ أو السيد المدير أو المتعلم. هذه هي صورة الموقع، صورة الموقع، الصورة، هناك الصور القديمة للموقع، نعم، والصور الأخيرة للموقع كما نشاهدها الآن، موقع همام التربوي، نعم. إذا بالنسبة لصاحب الموقع وهو همام السلاوي، أستاذ تعليم ابتدائي بمديرية ألف آسفي، أستاذ مجدد له عدة إصدارات تربوية في الموارد الرقمية وفاعل جمعوي. وبالنسبة للمشاركين في الموقع، نعم، هناك مجموعة من الإخوان نشكرهم جزيل الشكر على هذا الموقع، نعم، تم إشراكهم في الموقع لتسييره ابتداء من سنة 2014. بالنسبة للموقع، من المميزات دياله بأنه واضح، يتضمن صور واضحة، نعم، صور واضحة، والتقسيم دياله أيضا تقسيم سهل، تقسيم سواء فيما يخص بالأستاذ أو المدير أو المتعلم، امتحانات الجديدات، كل ما هو جديد تربوي، نعم، كما تلاحظون فهو تقسيم سهل جدا، وثائق تربوية، تمارين وامتحانات، ثم موارد رقمية، نعم. ومن خصائص الأخرى هذا الموقع وهو الإصدارات دياله، فهو موقع معروف بالإصدارات التربوية الجديدة، كل ما هو جديد تربوي تجده في هذا الموقع، سواء كتب، سواء موارد رقمية، سواء امتحانات، سواء مذكرات، سواء مواضيع تربوية، نعم، بشكل جيد وترتيب جيد، صور واضحة وكتابة واضحة. ومن أهم مميزات هذا الموقع وهي موارد رقمية، يعني هذا الموقع هو غني بالمواد الرقمية، تقريبا أكثر من 100 مورد رقمي، نعم، مواد رقمية متجددة وجديدة لها علاقة بالتعليم الابتدائي وأيضا بمستويات أخرى من التعليم العمومي المغربي، نعم. نتمنى التوفيق لهذا الأستاذ ولكل من يشتغل في هذا الموقع. هنا تقريبا، وهنا في نجد في أسفل الموقع صورة كفهرس للموقع التربوي، لكن ما لا نجده في هذا الموقع هو أنه لا يسمح بطريقة النسخ، نعم، ممنوع النسخ، وأيضا أوفغي دون زان نوفيل أونغلي لا يسمح بهذه الخصائص، وهذا أمر يعود لصاحب الموقع. إذا نشكركم جزيل الشكر.